مرحباً بكم في يمين بهلان، هذا هو مصنع التطريز في عمان. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن أحوالكم. فعزيزتي كيف ما عودتكم دائما أنني كنقدم لكم دائما الجديد في موديلات لباس تقليدي المغربي. وفي فيديو اليوم غتشوفوا معي فيه جديد موديلات القفطان والتكشيكة المغربية، أروع موديلات عصرية اللي ممكن تشوفوهم بآخر مكين في الخياطة. فكنتمنى أنه الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش عزيزتي إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر إعجاب. فكيف ما كتشاهدوا معي بالنسبة لهذا القفطان هذا، فكيجي كامل هكا بالتنبات، الكميمات كيجيو هكا شوية عراضين، وبالعقيدات اللي كيجيو هابطين حتى من تحت. شوفوا معايا كيفاش كيجي غزال في اللبسة ديالو، موديل اللي راقي جدا مريح، وفي نفس الوقت كيجي هماوي في اللبسة ديالو. كذلك بالنسبة لهاد التكشيطة هادي اللي كتشوفوا معايا دابا، شوفوا معايا اللون ديالها والخدمة ديالها، صراحة كتجي غزالة في اللبسة ديالها. الكميمات كيف ما كتشوفوا معايا حتى هما كيجيو عراضين شوية وكيجيو مفتوحين كيف ما كتشوفوا هنا. نفس الموديل ونفس الخدمة، الاختلاف فقط في اللون. شوفوا معايا هاد اللوين كذلك كيفاش كيجي هادئ ورائع في اللبسه ديالو. فبالنسبه لهاد الموديل هذا حتى هو كيجي مخدوم بالتنبات كامل. شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره. فبالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم التكشيطه المغربيه، فهاد الموديلات هادو كيجيو بتصاميم عصريه كيف ما كتشوفوا معايا. وغتشوفوا معايا هنا في هاد الفيديو قفطنات كذلك اللي كيجيو سامبل، يعني غتشوفوا معايا موديلات متنوعين كيناسبوا جميع الاذواق. في هاد الموديل هذا كيجي قفطين خفيف حتى هو بالتنبات، الكميمات كيجيو هكا عراضين شي شويه وحتى هما فيهم التنبات. فهاد الموديل كذلك تيجي غزال في اللبسه ديالو. اما بالنسبه لهاد التكشيطه هادي، شوفوا معايا كيفاش كتجي هماويه في اللبسه ديالها. الايدين كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو طوالين وكيجيو مفتوحين. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو العقيدات هابطين من جهه الكتاف ومفتوحين، وكتجي كامله بالتنبات كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا الموديل حتى هو كيجي غزال في اللبسه ديالو، شي حاجه اللي مختلفه وفي نفس الوقت انيقه وكتجي هماويه في اللبسه ديالها. فهنايا كيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبه لهذا القفطان هذا كيجي بالكميمات قصارين شي شويه ومقبوطين. وهنا العشاق اللون الازرق قفطان اللي كيجي حتى هو بالتنبات. شوفوا معايا كيفاش كيجي في الخدمه ديالو، التنبات كيجي اللور كذلك، والكميمات كيجيو شويه عراضين وحتى هما فيهم التنبات مع العقيدات اللي كيجيو هابطين حتى لتحت. فكذلك بالنسبه لهذا الموديل هذا فهي تكشيطه. شوفوا معايا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، وهذا اللون هذا حتى هو كيفاش كيجي غزال. وايضا هذا الموديل حتى هو كيجي بالتنبات. موديل اخر كذلك من التكشيطه المغربيه اللي كتجي بالتنبات. شوفوا معايا الكميمات كيجيو شويه عراضين، شوفوا الخدمه كيفاش دايره. وايضا اللوينات اللي مدخلين في التنبات كيفاش جاو متناسقين مع بعضهم. كذلك موديل اخر بالنسبه لهاد التكشيطه هذه، شوفوا معايا كيفاش كتجي في لاكوب ديالها من جهه الايدين، كيجيو مقبوطين وكيجيو عراضين من تحت. هنا موديل اخر كذلك من التكشيطه اللي كتجي حتى هي بالتنبات، الكميمات كيجيو كذلك شويه عراضين. شوفوا معايا كيفاش كتجي
في اللبسة ديالها. أما بالنسبة لهاد التكشيطة هادي فالكميمات ديالها كيجيو شوية قصارين كيفما كتلاحظوا معايا، كذلك تجي بالتنبات. صراحة موديل اللي حتى هو كيجي رائع في اللبسة ديالو. فكيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، بالنسبة لهاد الموديل هذا فهو قفطان في اللون الأبيض، حتى هو كيجي بالتنبات. شوفوا معايا كيفاش كيجي غزال في اللبسة ديالو. وهنا كذلك بالنسبة لهاد الموديل هذا شوفوا معايا كيفاش كيجي رائع، الكميمات كيجيو طوالين ومفتوحين، وكيجي ايضا بالتنبات. شوفوا معايا كيفاش كيجي غزال في اللبسة ديالو. صراحة بالنسبة لهاد الموديلات هادو كيف ما كنقولوا موديل ينسيك في الاخر، يعني كيما كتشوفي شي موديل كيعجبك وينسيك في اللي شفتي قبل منه. كيف ما كنعرفوا بان التكشيطة والقفطان المغربي كيتميزوا بالفخامة ديالهم. شوفوا معايا هاد التكشيطة هادي حتى هي اللي كتجي بالتنبات، صراحة موديل رائع جدا. والكميمات كيجيو شوية عراضين، الأذواق تختلف، يعني كاين سيدات اللي كيعجبوهم القفطان أو التكشيطة يكونوا الكميمات مجموعين، وكاين اللي كيفضلوها يكونوا عراضين. فالأذواق تختلف وكل سيدة وشنو كيعجبها وفاش كترتاح. شوفوا معايا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو كيجي بالكميمات قصارين شي شوية، وكذلك تيجي كامل مخدوم بالتنبات. وهنا بالنسبة لهذا القفطان هذا حتى هو كيجي بالتنبات، الكميمات حتى هما كيفما كتشاهدوا معايا كيجيو شوية قصارين. فشوفوا معايا الفخامة ديالو كيفاش كيجي في اللبسة، موديل راقي جدا. وهنا كذلك غتشوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي كيجي حتى هو رائع، الكميمات كيجيو شوية عراضين وأيضا كيجي بالتنبات. شوفوا معايا كيفاش كيجي في اللبسة ديالو، الخديمة ديالو هنايا عن قرب غتشوفوها معايا. شوفوا الخديمة كيفاش كيجي. فكذلك بالنسبة لهاد القفطان هذا حتى هو تيجي بالكميمات قصارين، وكيجي ايضا مخدوم بالتنبات. شوفوا معايا لاكوب ديالو كيفاش كتجي، والتنبات كيجي ايضا في اللور ديالو. فهنا تقريبا عزيزتي غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا تعرفتوا على الجديد في موديلات القفطان المغربي. ما تنساوش الى عجبكم كيف العاده ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. فما بقى لي دابا غير نودعكم ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.